راجل جاحد خالك ده. انا نفسي ما كنتش متخيل هو ابوك برد الصراحة. ويا بنت دي مش عاجباك خالص يعني؟ بنته ايه الناس يعني حبيبة دي تكون ايه؟ لا حبيبة ايه؟ خلاص. خلاص ايه؟ خلاص. اللي استحكرنا بعدين غيراتنا عادي 24 يا ابو ادم في ايه؟ طب ماشي انا مالي يا ماشي انا مالي يا استاذ عدو، هو ما يلزمنيش اصلا. ازاي يا جدع؟ خالك اخو امك. وبصراحة ابقى بضحك عليك لو قلت لك اني لسه عايز اديك حبيبة. ليه يا استاذ عدو؟ انا مالي بيه؟ ليه ظالمني؟ انت عمرك شفت مني حاجة وحشة؟ انت في يوم من الايام اديتني كلمة، قلت لي هجيب اهلي وعزوتي واجي اطلب حبيبة زي ما تكون بنت السلطان. تمام، وانا هجيب امي واخواتي ونجي لك، لو عايز نجي لك بكرة حتى هجي لك ونطلب حبيبة. هيبقى قاصد على نفسهم دور قلمهم وقلبهم بيتحرق على ابنهم اللي جابرهم ان هم يناسبوا اخت الميكانيكي. وبصراحة عندهم حق، غلطة غلطتي انا اللي صعبت عليا البيت عشان دبت فيك واستجدعتك واسترجلتك. يعني انت مش مسترجلني يا استاذ علي؟ فاكر البيت اللي حكيت لك عنها اللي كنت بحبها قبل ما اتجوزتها؟ ماشي فاكر. البيت دي ما كنتش عارف ابطل احبها ازاي، وتقى دي ما كنتش عارف احبها ازاي، ازاي الحال دلوقتي؟ التانية ولا فاكر شكلها، وتقى دايب في عشقها دوب ما اقدرش استغنى عنها ساعة. خد بنت خالك هندسة، بكرة تولف عليها وتنسى حبيبة، سيب الغلابة للغلابة، حبيبة بكرة هتلاقي اللي يحبها ويصونها، وأهله هيشولها فوق راسه وهيبقوا مش مصدقين نفسهم إن إحنا أصلاً وافقنا عليهم. يا أستاذ عدوي وخدها مني كلمة، لما تقول وعد تبقى قده، عشان الراجل كلمة. أنا معرفش عندكم الرجولة اسمها إيه. تمام، أنا هجيبهم لك، هما مش مصدقين أصلاً إن أنت توافق عليهم. شوف أقول له إيه، قول لي إيه.